عالمان أيرلندي وياباني وعالمة صينية يفوزون بجائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 2015. مجلس نوبل بمعهد كارولينسكا منح اليوم جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء لعام 2015، حيث تقاسم نصف الجائزة ويليام كامبل وساتوشي أومورا لاكتشافاتهم المتعلقة بعلاج جديد للالتهابات التي تسببها طفيليات الديدان الأسطوانية، أما نصف الجائزة الآخر فيذهب إلى يويو تو لاكتشافاتها المتعلقة بعلاج جديد ضد الملاريا. واستطاعت العالمة الصينية اكتشاف عقار الارتيميسينين الذي ساهم إلى حد كبير في خفض معدلات وفيات المرضى المصابين بالملاريا، فيما تمكن العالمان الأيرلندي والياباني من اكتشاف عقار الإفرميكيتين الجديد الذي ساعد في مكافحة مرضي عمى الأنهار وداء الفيل، كما أظهر فاعلية كبيرة ضد أمراض طفيلية أخرى. وتعد جائزة نوبل للطب أولى جوائز نوبل التي تعلن لهذا العام.